فل عليك والف مبروك، وحاجه جميله وحاجه ممتعه. امتعتونا فرقه الاهلي وفرقه الاتحاد بخمس مباريات، ما فيش اجمل ولا احلى ولا اروع من كده يا كابتن ايهاب. مساء الفل يا كابتن شوبير، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. طبعا زي ما قلت يعني السيريز كانت طويله قوي، خمس ماتشات. صحيح. الاتحاد اخد اول ماتش، احنا اخدنا الجيم الثاني والثالث، هم رجعوا اخدوا جيم فور. فالماتش النهارده كان فاصل، طبعا كان صعب جدا زي ما حضرتك قلت، بس نعم. يعني الحمد لله اللي احنا قدرنا نعمل رن في الشوط الثالث والرابع ونفرق شويه عن النادي الاتحاد. ايه اللي حصل في فرقه الباسكت للنادي الاهلي من فريق غائب عن البطولات؟ يعني خد مره الكاس، خد بطولات متفرقه المرتبط، لكنه ايه اللي حصل السنه دي؟ خمس بطولات، بطوله عربيه، واعتقد الاتحاد السكندري لعبت الاتحاد السكندري، معرفش فاينل ولا سيمي فاينل. سيمي فاينل. واللي برضه في الكاس التقيته اعتقد برضه مع الاتحاد السكندري المنافس الاقوى في النهائي، والفرق كان يدوب، ثم اليوم في نهائي الدوري العام. ما الذي حدث لفريق السله في النادي الاهلي عشان تبقى النقله الكبيره دي؟ والله هو مش من السنه دي، هو يمكن الموضوع ده بقاله كام سنه، يمكن مجلس الاداره ركز في ملف الباسكت مش السنه دي بس، من كذا سنه. لاعبين ناشئين في النادي الاهلي، يعني احسن ناشئين في مصر، بيكسبوا تقريبا كل البطولات. تحت 14 و16 و18. فالناشئين الصغيرين دول بيطلعوا بيزودوا الفرقه، يعني بيساعدونا كتير، غير الصفقات الكتير اللي النادي عملها اخر موسمين او ثلاثه، فرقت برضو قوي مع النادي. نعم. طبعا مش عايز انسى مستر اوغستي، مدرب كبير جدا. والجهاز المعاون اللي معاه، كل ده مع بعض اعتقد هو اللي عمل الموسم التاريخي ده. اوغستي شايف انه كان ليه دور كبير يا كابتن ايهاب؟ طبعا يمكن الدور الاكبر طبعا المدرب، مهما كان اللاعبين كويسين فرديا او جماعيا، المدرب هو يعني اهم حد في المنظومه، بيقدر يوظف اللعيبه زي ما هو يعني شايف. نعم. غياب الجمهور يعني اثر شويه، يعني المستوى الفني الحقيقه كان رائع، لكن الناس كلها برضو بدات يعني تحس انه برضو لما بتحتفل او بتلعب في وسط جمهور، سواء جمهورك او جمهور المنافس، بيبقى لها طعم تاني يا ايهاب. طبعا 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 اثر كتير. الو هنا في التلفزيون بعد ما الدوري بقى بيتذاع معظم ماتشاته، جماهير النادي الاهلي كمان بقت بتتفرج، يعني بتتفرج على كل ماتشاتنا وبتتابعنا وبيبعتوا لنا في الشارع وعلى السوشيال ميديا وفي كل حاجه. فاحنا نفسنا يعني الفتره الجايه زي ما الكوره بدأ واحده واحده ان شاء الله مع التنسيق مع الامن والاتحاد المصري للسله، يبقى السنه الجايه الدوري فيه حتى لو شويه جماهير صغيرين، بيفرقوا جدا مع اللعيبه طبعا. نعم. نظام الدوري العام شايف ادى اثاره اكبر للبطوله؟ طبعا يمكن اعتقد الدوري نظامه اتغير من كذا سنه، زي بقى زي كل الدوريات العالميه، الدوري الامريكي، الدوري الاسباني، كل دوريات اوروبا بتلعب بنظام البلاي اوف، وده في الاخر مش زي الكاس، يعني طوله الكاس ممكن اللي في حاله افضل هو اللي يفوز، او اللي عنده اصابات اقل هو اللي يفوز. لكن في الدوري نظام البيست اوف 5 اللي يكسب ثلاث ماتشات هو كده كده بيبقى الفريق احسن. 34 نقطه في مباراه، مش متعودين على الارقام الكبيره دي ايهاب، شايف ده بالنسبه لك هيبقى معدل يعني في الفترات اللي جايه ممكن يبقى يزيد كمان؟ انا بشوف مثلا الام بي اي، بشوف لعيبه بتحرز 34 و40 نقطه واكتر احيانا ساعات، لكن احنا داخلين في السكه دي؟ يعني هو الام بي اي مختلف شويه، بس اول حاجه عشان هو بيلعبوا 48 دقيقه الشوط 12 دقيقه، احنا عندنا 40 دقيقه الماتش 10 دقايق الشوط، فدي بتختلف شويه. ثاني حاجه طبعا في مصر واللعب الاوروبي حتى مختلف جدا، الام بي اي بيبقى اللعب دفاعي اكتر، فيزيكال اكتر، وطبعا في سيريز زي سيريز ضد نادي الاتحاد كوتش مرعي كوتش كبير قوي، كوتش دفاعي اكتر اكتر من الهجومي، فان انت تقدر يعني تسجل كده ده حاجه كويسه جدا. بس يا برضه هو يعني الماتشات اللي قبليها ما كنتش زي ماتش النهارده، الحمد لله النهارده ربنا كرمني، وده برضه بيرجع للكوتش اللي هو حطني في السيتويشنز دي، والفرقه ان هم يعني سابوني وكانوا مصدقين ان انا ممكن اجيب في السيتويشنز دي. فيعني ده كريدت للكوتش وللعيبه اللي معايا. اهداء الميداليات للكابتن الخطيب كانت فكره مين النهارده ايهاب؟ كانت فكره كابتن الفريق مودي الجرحي، يمكن امبارح كابتن عمرو فاروق ورئيس النشاط الرياضي، كابتن خالد العوضي جولنا الاوتيل سندونا، وهم دايما ورانا بصراحه، كانوا معانا في الكاس والمرتبط وبطوله عربيه. وطبعا الفتره دي زي ما حضرتك قلت في الاول خالص صعبه قوي على النادي الاهلي، في ناس من مجلس الاداره في تونس في بطوله افريقيا الجولي، في ناس في النيجر مع الهاند بول،
في ناس لسه راجعه من الجزائر، فيعني الموضوع صعب جدا عليهم طبعا. بس هم يمكن رجعوا من الطياره امبارح على مجلس الاداره وبعدين علينا على طول، فدي طبعا لما بتحصل الحاجات دي انت بتبقى يعني جاهز نفسيا وذهنيا اكتر انت تدي كل حاجه عندك في الملعب. شايف انه مجلس الاداره ليه دور في حته استقرار، حته التدعيمات، حته التجديدات يا ايهاب؟ يعني اعتقد دور رئيسي طبعا بعد مستر اجوستي. نعم. يجي مجلس الاداره طبعا. نعم، واضح جدا. فوزك باللقب كاحسن لاعب في كل البطولات اللي لعب بها النادي الاهلي ده امر نادر الحدوث، لكن ماذا يمثل بالنسبه لإيهاب امين وتجديدك لثلاث سنوات قادمه مع النادي الاهلي برضو بيمثل ايه؟ طبعا الفوز يعني هو اهم حاجه بالنسبه لي والفرقه كلها، طبعا الفوز بالبطولات هو ده اهم حاجه، ودي الحاجات اللي الناس بتفتكرها. نعم. وده برضو يرجع لان الفرقه زي ما قلت لحضرتك ان هي صدقت فيا وادتني الثقه، وكلنا يعني وانا مش كل ماتش ببقى احسن لعيب، يعني كل ماتش بيبقى لعيب مختلف. نعم. دي اعتقد اقوى حاجه عندنا في الفرقه، ودي اللي خلتنا ان احنا نوصل لنهايات معظم البطولات ونكسبها، ان احنا عندنا كذا سلاح وعندنا كذا لعيب كويس وعندنا البنش كويس، فالتغييرات عندنا كويسه. دي اول حاجه. تاني حاجه التجديد طبعا زي ما حضرتك قلت، الاستقرار دي حاجه مهمه جدا في النادي وبالنسبه لي، وانا شفت ان النادي مستثمر قد ايه في فرقه الباسكت وفي كل حاجه، يعني مش في اللعيبه بس او المدربين بس، او يعني ملف كله النادي بقى مهتم بيه. نعم. فكان الموضوع كان سهل جدا تجديدي للنادي الاهلي. ما خدش وقت؟ لا 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 خالص، وحصل في وسط السيزون، وحصل قبل الـ قبل الـ قبل الدوري على طول في التوقف الاخراني ده جددت. هل سنه استثنائيه ولا هتكون بدايه بطولات للنادي الاهلي في كره السله يا ايهاب؟ طبعا سنه استثنائيه، بس يعني احنا كلنا طبعا هنفرح النهارده وبكره وشويه، بس يعني كلنا نفسنا ان شاء الله نفرح الجمهور اكتر، وهم وقفوا ورانا كتير قوي السنين اللي فاتت بعد ربنا ما كانش موفقنا. فالحمد لله، فالحمد لله ان احنا يعني ربنا كرمنا السنه دي، بس ان شاء الله يعني بطوله افريقيا ان شاء الله الفتره الجايه دي مركزين فيها، والدوري طبعا والبطوله العربيه، وعندنا بطولات كتير السنه الجايه، فمزيد من البطولات ان شاء الله. اختار لعيب في فرقتك وجه له رساله، لعيب واحد. لعيب واحد ممكن اوجه لعمرو الجندي، يمكن هو اقرب واحد ليا في الفرقه. النهارده عامل ماتش كبير قوي، والسيريز كلها ده نادي الاتحاد عامل ماتشات كبيره. يمكن هو كان متردد شويه، هو كان نجم نادي الجزيره طول عمره وناشئ. نعم. نادي الجزيره كان متردد شويه ان هو يجي نادي الاهلي، بس الحمد لله ان هو جه. وهو عمر طارق بصراحه. نعم. يعني فهم يفرقوا معانا كتير جدا، فانا مبسوط قوي ان هم معانا وساعدونا ان احنا نكسب البطوله دي. فريق الكرة نهاية الشهر إن شاء الله عنده نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي في المغرب، تحب تقول له إيه؟ أحب أقول لهم طبعًا ربنا معاكم، ويعني كل الفرق وكل جماهير النادي الأهلي وأعتقد مصر كلها بتدعمهم، إن شاء الله يعملوا ماتش كويس. طبعًا الماتش لغاية دلوقتي في المغرب هيبقى ماتش صعب، بس يعني إحنا كلنا وراهم وفي ظهرهم، وجمهور النادي الأهلي يعني ورا كل الفرق، وزي ما قلت هو بيبقى يعني ليه دور كبير قوي في البطولات اللي زي دي حتى لو ماتش في المغرب. انت مسافر دلوقتي رايح على فين؟ رايح عن النمسا. عن النمسا اجازه ولا ايه؟ لا لا انا عندنا منتخب كمان اسبوعين، فرايح اعمل فتره يعني ريكفري وتاهيل قبل ما ارجع للمنتخب. بالتوفيق يا ايهاب، والف مليون مبروك ليك ولكل زملائك والاداره الفنيه والطبيه ومجلس الاداره وكل المسؤولين عن كره السله في النادي الاهلي، والزميل العزيز كابتن خالد العوضي. هي يعني حاجه جميله جدا ان هم بيجدوا ثمرة تعبهم طول العام. ألف مليون مبروك، وهارد لك نادي اتحاد سكندري. اتحاد سكندري فريق قوي جدا، وإدارة محترمة جدا، ومنظمة جدا جدا جدا، وكانوا قريبين جدا من الفوز، لكن هي دي اللعبات. يعني المباراة أول امبارح كان وان سايد جيم للاتحاد السكندري، النهاردة من الشوط الثالث تقريبا المباراة قلبت وان سايد جيم تقريبا للنادي الأهلي، أو بدأت المباراة تبان مش فرق بونت أو اتنين أو تلاتة، لكن الفرقتين امتعونا، الفرقتين بسطونا جدا جدا جدا، وادونا مستوى جيد. 88 75 ده مش قليل يعني في كرة السلة على الاطلاق، رقم كبير. لعيب يسجل 34 نقطة في مباراة، ده برضو يعني تقريبا شبه حوالي نص السكور بتاع النادي الاهلي. الثلاثيات كانت ماشية النهاردة، وعلى رأي اللي حد كان بيبعت لي يعني والمباراة شغالة، قال لي ايهاب امين عظمة هو اللي هيكسب النادي الاهلي. فالحقيقه شيء جميل. بشكر جدا دكتور مجدي ابو فريخه ومجلس ادارته اتحاد كره السله لانه عمل لنا الشكل الجميل ده.